كده بعض الاخبار بقت عامله زي النشره الجويه، واضح ان احنا هنبدا نقولها كل يوم، زي ما باجي كده اقول النهارده درجه الحراره كذا، وبكره خبراء الارصاد بيقولوا لنا خدوا بالكم في شبوره. هو واضح ان عندنا هيبقى في شبوره شويه، بس شبوره من المستريحين، اخبار المستريحين واضح انها هتبقى عامله زي نشره الاخبار الجويه. طيب تيجوا نشوف مع بعض النهارده ايه النشره الجويه للمستريحين، نشوف درجة الحرارة المستريحة في أسيوط كام. الحقيقة النهاردة في أسيوط في حكم من محكمة أسيوط الاقتصادية بحبس 2 من المستريحين 5 سنين وغرامة 500,000 جنيه. المحكمة ألزمتهم كمان برد 4,865,000 جنيه للمودعين اللي هم بلغوا عن المتهمين الاثنين دول بعد ما نصبوا عليهم. مشروع النصب المرة دي كان ميكس كده ما بين تربية المواشي والعقارات، خدوا فلوس من الناس بحيث ان الربح هيبقى 10% شهرية، 10% شهرية، بس المهم الناس خدوا الأرباح فعلا 3 شهور وهوب خلاص مفيش فلوس كالعادة. طيب يا جماعة 10% أرباح ده ربح مغري قوي للدرجة إنه الناس تسلم فلوسها للنصابين، ويعني أي حد كده يقدر يلعب بدماغهم ويقول لهم أصل ال10% دولت بتوع النصابين حلال وغيرها حرام، الله أعلم. طبعا نشرة أخبار المستريحين واضح إنها هتبقى يعني مكملة معانا شوية طول ما احنا يعني ايه بندي فلوسنا كده بالساهل لمثل هؤلاء الأشخاص. معانا على التليفون أستاذ يسري البدري، مساعد رئيس تحرير المصري اليوم. أستاذ يسري أهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ أنجي، أهلا بحضرتك فندم. ماذا يحدث في مصر في موضوع المستريحين؟ إيه المحافظة اللي نجت من المستريحين؟ ده انا امبارح كنت بتكلم عن مستريحات، ما اعتقدش الستات دخلوا يعني المنافسه، طبعا محتاجين ندخل منافسه. الستات على طول موجودين في المنافسه حتى في المستريحين، حتى في المستريحات، ولكن انا معترض على قصه مستريح، لكن هو احنا بنسميها النصابين. وزي ما قلت لحضرتك في المداخله السابقه، طول ما النصاب موجود، طول ما الطماع موجود فالنصاب بخير، فالنصاب بخير. احنا النهارده بنتكلم على حاجه اصبحت مثل الظاهره، يعني عندنا النهارده في الغربيه القبض على واحد جمع 4,000,000 جنيه من ناس هيشغل لهم في زيت الطعام وهياخدوا فايده 30%، بل الناس خدت منه 40%. بعد فترة التزم بالسداد معاهم شهر 2 3، اتأخر عن السداد، هرب، الأجهزة الأمنية قبضت عليه. امبارح كنا بنتكلم على السيدة أم إبراهيم بتاعت أكتوبر اللي تم القبض عليها واستولت على 4.5 مليون صحيح. جنيه. قبل يومين كنا بنتكلم على الراجل بتاع وإيه خدتهم من منطقة شعبية، المسكن الاجتماعي المنطقة 247، يعني لمت كل حاجة بحجة الاستثمار في الموبيليا و هي عندها كان معرض موبيليا في الدور الارضي وشجعت الستات اللي بيروحوا لها لان بتدي لهم العفش بالتقسيط، فشجعتهم انه ايه تعالوا بقى احنا هنعمل بيزنس مع بعض. بالفعل خالد السمام بتاع العقارات بتاع كرداسه 299 مليون. اسوان وما يطلق عليهم شله النصابين اللي موجودين في اسوان 38 مستريح في قريه البصيليه. اذا كان النهارده الحكم الجنائي اللي صادر من المحكمه الاقتصاديه بالادانه، انا شايف ان هو ده حكم رادع، بس يجب ان الجهات التشريعيه في الدوله تنتفض لهذه الظاهره. البرلمان تحرك بالامس لتعديل بعض القوانين فيما يتعلق بتوظيف الاموال. انا مش هخش بقى في حلال وحرام، ان انا مش هدي فلوسي للبنك عشان البنك ربا، ومش دي مش قصتي. انا عندي جهات رسميه لدى الدوله المصريه، شركات تلقي الاموال صحيح. للتوظيف صحيح. دي بتبقى مرخصه ومسجله في هيئه سوق المال. اذا كانت هذه الشركات هتدي 10% في السنه، هتدي 15% في السنه، هتدي ايا كان، ده تحت رقابه الدوله. لكن النهارده انا بتكلم على راجل في اسيوط، واحد في الغربيه، وواحد في البحيره، وفي اسكندريه، وفي الشرقيه. حضرتك بتقولي ايه المحافظه اللي نجت؟ انا يعني قاري تقرير قبل شويه انه في اماكن معينه زي البصيليه في اسوان، ابنوب في اسيوط فيها كتير، زفته في الغربيه، اسكندريه، بعض المناطق في منطقه اسكندريه، دول تخصص بس
قصة توظيف أموال، والسبب إما إنه أهالي القرية دي أو المدينة دي موجودين في الخارج فبيبعتوا استثماراتهم بدل ما تخش في الاقتصاد المصري، يبعتوهم الأشخاص يوظفوهم لهم. يعني إحنا بنتكلم وتعبهم وشقاهم في الغربة بيروح حاضر كده بالفعل. وفي الآخر أنت حضرتك بتيجي النهاردة لما النائب العام النهاردة يحقق في 4000 بلاغ لمصطفى البنك في أسوان، يستمع لغاية دلوقتي لأكثر من 1000 مجني عليه. نعم. في ناس ادت أموالها وادت رؤوس ماشياتها لمصطفى البنك مقابل وعدة، يعني بيوعدهم ان هو يديهم مستحقاتهم بعد 21 يوم. الحقيقة الموضوع ده هنتكلم فيه كتير، بس في كمان عندي موضوع تاني. النهاردة اتقبض على واحدة ست المفروض تتسجن 364 سنة.